لك حقها أن تخرج من الحياة وهي واجدة. وهذا اللي سجل البخاري في صحيحه يقول: ماتت فاطمة بنت رسول الله وهي واجدة. واجدة يعني شنو؟ يعني متأذية منه، يعني غاضبة. الله، وتسجل هذا الموقف في هذه اليوم الأخير، تقول: يا علي، ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي، أمنفذ أنت يا علي وصيتي أم أعهد بالأمر إلى غيرك؟ هي تعلم أن عليا لن يتجاوز رغبتها وما تريد، ولكن تريد تأكد على هذا، نعم هذا المعنى. ولذلك اجتمع الناس بعد وفاة فاطمة وأرادوا أن يشاركوا في تشييعها. التفت في مثلها قبل هذه الليلة في عصر اليوم الذي مضى، لأن الزهراء سلام الله عليها قيل أنها توفيت في على مقربة من الفجر، بعضهم يقول في نهاية النهار. المهم اجتمع الناس لتشيع فاطمة، فقال علي: يا أبا ذر، أخرج إلى الناس وقل لهم لقد أجل جهاز بنت رسول الله فليمضوا إلى شأنهم. ثم بعد ذلك لما جن الليل، الله يساعدك يا أمير المؤمنين، طول هالوقت قاعد عند جسد فاطمة، عند فراش فاطمة: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. لما جن الليل تقول أسماء: وضعها على ساجة المغتسل، كنت أعينه على غسلها، آتيه بالماء، وقد مددها على تلك الساجة ولم يكشف عن بدنها، لأنها أوصته أن يغسلها من فوق الثياب لأنها طاهرة مطهرة. بس هذه العلة، أو تريد أن تخفي على علي عطبا في جسدها؟ كستكسير أضلاعها. ولذلك بالفعل تقول بقي أمير المؤمنين يغسل فاطمة لحظات، وإذا به قد انتحى ناحية من الحجرة وجلس واضعا رأسه بين ركبتيه ينشج في بكائه. نعم يا أمير المؤمنين، توصوننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة. أنا أترك الجواب إلى رواية أخرى. 10 أيام لم يخرج أمير المؤمنين للناس، بقي يبكي على فاطمة حسرة على فراقها. الناس قالوا: يا عمار، ادخل على أبي الحسن، قل له فليخرج إلينا، اشتقنا إليه وإلى أحاديثه. يقول: دخلت على سيدي ومولاي أمير المؤمنين وإذا به جالس في حجرته واضعا رأسه بين ركبتيه يبكي حزنا على فاطمة. قلت له: يا أبا الحسن، توصوننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة. رفع رأسه إلي وإذا بدموع عينيه تجري على خده. قال: يا عمار، لا تلومني، لا تعاتبني يا عمار. ليش يا سيدي؟ قال: لأني لما وضعت فاطمة على ساجة المغتسل هوت يدي بين ضلعين مكسورين. ما كانت الزهراء أخبرتني بهما. 10 أيام ظل مغلق عليه الباب ما يظهر، وقلبه من المصايب ذاب طبع عمار، لكن شاف ليث الغاب راسه مهبطه وللموت يتمنى. ضلع واحد وارخص لدموع العين، ضل يجذب الحسرة ويصفج شفين. بلش لون لو عاين ضلوع حسين، وخيل القوم ذاك الوقت رضنا
كأن مشاعرنا يذكر أمير المؤمنين يقول مو هاي هذه مو آخر الأضلاع اللي رايح تكسر، لا وبرض ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. التفت إلى هالكلمات هذه، أي يضلو عشاد وعظم تبتش العين، أي يضلو عشاد وعظم تبتش العين، ضلوع أم الحسن والله ضلوع حسن. وويلاه وسيدا ضلوع أم الحسن يا واسفر الظاهر، يوم القوم خلف الباب عصراها وهي تونونين وهم سمعوها، مو بس ضلع وتكسر ولا ضلعين، ومن قام الوصي غسلها بالعبرة نظر وسط الصدر لضلاع متكسرة، تصيح وياه لولا صاحب صوت آه عليك يا زهرة آه عليك خليت الدمع نهرين. روح على كربلاء، هناك أيضا الإمام الباقر يقول والله لقد سمعت أضلاع جدي الحسين تتكسر تحت حوافر الأعوجية، يقولوا لجل ضلوع أبو اليمة دموع تسيل طحناها طحن والله بدوس الخيل وصدر قبال زينب فصله تفصيل وضلوعتنا الثرات من شمال يمين. ومن شاهد علي السجاد أحواله جسد ومقطع يمينه مع شماله، اش سوى فرش قطعت بواري وجمعه صالية وعظام الصدر ركبها مع الكفين، ويا صدر العليه أكثر تهل العبار صدر الزهر ذاك الكسره بمسمار، لو صدر الصبر صبط ريحانة المختار السهم صابا ومن قلبه نزع ثلثين. بعد بيت الدعاء زينب زينب ها لا ننساها، زينب يوم اللي مات النبي صلى الله عليه وآله بكت ولكن كان حجر فاطمة ويد علي خففت عليها وطأة المصاب، يوم اللي انصابت الزهراء نعم كان حجر علي موجود، يوم اللي نعم قتل الحسن قتل أمير المؤمنين إخوته كلهم موجودين، يوم اللي قسم الحسن كان الحسن كان الحسين موجود، لكن مر عليها يوم عظيم، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح، أنا منايا نجت لكربلا مني، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي، وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدر التكسر، بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. دعوة إلى الإنفاق والصدقة، أكو مرضى عندكم يحتاجون إلى مساعدة أعينوهم أعانكم الله.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إخواني، إحنا على في هذه الأيام على مائدة سيدة النساء، بارك